أضرب لكم مثالا عمليا في اللحظة الراهنة، إنه مثال من أمثلة التثويل والتجهيل الذي يمارسه أصحاب العمائم. هناك ناشط عراقي على اليوتيوب، على الإنترنت، سيد محمد آل سيد علي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو سيد محمد آل سيد علي، إنه ناشط عراقي على الشبكة العنكبوتية، وجه رسالة فيديوية إلى مرتضى القزويني، بحسب الظاهر هو الذي وجه رسالة، هكذا نحكم على ظاهر الأمر، يطالبه بأن يتحدث مدافعا عن نفسه. قطعا لا يجب على مرتضى القزويني أن يدافع عن نفسه، لا يجب عليه ذلك، هو حر، يريد أن يدافع عن نفسه لا يريد أن يدافع عن نفسه، هذا أمر راجع إليه، لكن هذا الناشط طالبه. هل هو بترتيب من دون ترتيب؟ مرتضى القزويني سجل تسجيلا صوتيا ونشر على الشبكة العنكبوتية، انتشر في هذا اليوم، كأنه يستجيب لهذا الناشط، لسيد محمد. ما تحدث به من حديث قصير مرتضى القزويني هو مصداق من مصاديق التثويل والتجهيل. الأحاديث التي ذكرت في الفيديوهات التي انتشرت بخصوص سرقات مرتضى القزويني فيها شهود، فيها وثائق، فيها تفاصيل، لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، تحدث في جهة أخرى. هذه عملية تثويل وتجهيل، وهكذا تجري الأمور. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لمرتضى القزويني. السلام عليكم سيدنا الطاهر، أنت طاهر نفسا وقلبا وروح وقالبا، جزاكم الله خيرا. أنا نذرت نفسي أن أكون في خدمة الدين وخدمة الإسلام والشيعة، وأكون خادما صغيرا عند الأئمة الأطهار وشيعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل إنسان حسب ما يستحق في الدنيا وفي الآخرة. نحن علينا أن نقوم بواجبنا، والله سبحانه وتعالى وعد وبعده صادق، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي ثبت قدمي أن لا أتزلزل عن موقفي هذا، وأكون إلى آخر نفس من حياتي في خدمة الإسلام وخدمة الدين وخدمة الشيعة وخدمة المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علاقة هذا بالذي يقال عن مرتضى القزويني؟ على سبيل المثال نشاهد ونستمع هذا الفيديو. جدت حيدر من كربلاء المقدسة تبرعت بقطعة أرض مساحتها 1400 متر وقيمتها تتجاوز 4.5 مليار للسيد مرتضى القزويني. سيد أريدك تسوي هاي القطعة، وساهمت ببنائها دار أيتام أو مستوصف صحي أو حوزة علمية. موافق سيد؟ مثل ما جاي يشوفون هاي الأوراق والمكاتبات، قالها موافق. توفت الحجية، قوم السيد حولها إلى متوسطة المشارق الأهلية تأخذ من كل طالب
مليون ونص راح دار الأيتام وتحولت إلى متوسطة أهلية، صح؟ نعم أستاذ، صح. أنت من تتحمل مسؤولية كلامك قانونياً؟ قانونياً، نعم. شنو صار؟ تحمل. سنة 2022 لاحظنا المدرسة أو الأرض اللي ساهمنا في بنائها، مساحة الأرض 1431 متر، اللي ساهمنا بناقلناها إلى السيد مرتضى القزويني مناقلة ورقية على أن تكون دار أيتام أو مستوصف صحي أو حوزة علمية. زين. بال 2022 تفاجئنا بأنه المدرسة مدرسة أهلية، مدرسة المشارق الأهلية. حلو. تحرينا عن الموضوع، شلون صارت هيك هاي أرض شو اسمه؟ أرض طيناها أيتام، حوزة علمية، وين الموضوع؟ شنو مدرسة؟ المهم توجهنا إلى مصادر عدة، لقينا بأنه سنة 2022 سيد محافظ كربلاء مصيف الخطابي متخذ موافقة بتاريخ 5/6/2022 من قبل طلب مقدم من قبل المؤسسة، مؤسسة الإغاثة والتنمية، على أن تكون مدرسة أيتام متوسطة، مدرسة أيتام. سيد المحافظ موافق، موجه كتاب مباشرة إلى مديرية التربية كربلاء، استحصلت الموافقة. هذا اللي تحرينا عنه. بلشوا هسه ياخذون فلوس من الطلاب. فاجئنا موافقات حكومية، مدرسة في وضح النهار تشتغل. توجهت مباشرة كودن سيد مرتضى القزويني، نعرف بأنه خطيب ومفسر القرآن في العتبة الحسينية. توجهت مباشرة بنفسي أنا إلى مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي دار أيتام، أرض تبرعت إلي أيتام، هواي تفاصيل بيها، شلون تصير مدرسة أهلية وإحنا واهبيها، نعم ناقليها بشرط من الشروط أن تكون دار. اليوم تفاجئنا بأنه المدرسة قطاع خاص، مدرسة أهلية، وتستخصم من كل طالب سنويا 1.5 مليون حسب مراحل الدراسية. جواب المكتب السيد اللي هو مدير المكتب الشيخ بشير النجفي، العفو الشيخ بشير الأسدي. نعم. قال السيد مرتضى القزويني ما يمثلنا في كربلاء وغير مكان، ما يمثلنا، والمؤسسة اللي انتو تبرعتوا إلها والدعم لهذا الموضوع ما تمثلنا بشيء. يا سيد وين أروح شيخنا، وين أروح؟ قال التجئ للقانون. التجئ مدير مكتب السيد السيستاني. نعم. قال لك السيد مرتضى القزويني لا يمثل المرجعية، لا هو ولا مؤسسته، والمتضرر من القزويني عليه أن يلجأ إلى القضاء. أحسنت، مباشرة التجئ للقضاء. اشتكيت للقضاء؟ مباشرة طلعت للقضاء بأنه هي أكو نصوص واتفاقات، النصوص والاتفاقات أكثر الأخوة القانونيين يعرفوها، بأنه أي خلل بالنص أو بالاتفاق مباشرة تروح دائرة التنفيذ تنفذ. زي. تعال أنت خليت بالاتفاق. شنو صار؟ توجهت للتنفيذ، التنفيذ بلغوا مباشرة، هاك هاي أوراق تبليغ مركز شرطة، مبلغ، رحنا للسيد القزويني مرة مرتين، رحنا للمستشفى، مدير الدائرة القانونية قال أنا ما أستقبلها، روح لبيته. والسيد دقون ببيته تحصلونه؟ رحنا لبيته مرتين ثلاثة ندق ماكو، اضطرينا بالوثائق، اضطرينا أن نلزق ورقة التبليغ على الباب. ولحد الآن ما حاضر؟ وثقنا هذا الشيء وما حاضر، ولحد الآن ما امتثل. رحتوا للمحافظة اللي انطاهم موافقة؟ ماكو غير عندي باب أطرقه ثاني، طرقت باب المرجعية وباب القانون، باب السيد المحافظ اللي هو منطي الموافقات. زين. قدم الطلب، شرحت القضية من تاريخ تزويده يعني تبرع بالأرض إلى اليوم الحالي. قدمنا طلب، شرحنا الموضوع شرح كامل، حاولت أتصل ألتقي بالسيد المحافظ ما تمكنت، وجهوني مكتب السيد المحافظ إلى شؤون المواطنين. قدمت الطلب وأخذوا رقم وأخذوا وارد عندهم، شرحت لهم الموضوع هم للسيد مسؤول القسم، شرحت له الموضوع، قال إحنا بعد نتصل بيك. ولحد الآن كل شيء ما حصلت؟ كل شيء ما حصلنا بعد ما قدمنا طلب السيد المحافظ، شرحنا الموضوع تفاصيله. هذه الواقعة وغيرها، وسيخرجون له وقائع أخرى. السيستانيون اتخذوا قرارهم وهم يتابعون هذا الموضوع،
مرتضى القزويني ماذا قال؟ رجاء أعيد بث التسجيل الصوتي لمرتضى القزويني. السلام عليكم سيدنا الطاهر، أنت طاهر نفسا وقلبا وروح وقالبا، جزاكم الله خيرا. أنا نذرت نفسي أن أكون في خدمة الدين وخدمة الإسلام والشيعة، وأكون خادما صغيرا عند الأئمة الأطهار وشيعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل إنسان حسب ما يستحق في الدنيا وفي الآخرة. نحن علينا أن نقوم بواجبنا، والله سبحانه وتعالى وعد وبعده صادق، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله الذي ثبت قدمي أن لا أتزلزل عن موقفي هذا، وأكون إلى آخر نفس من حياتي في خدمة الإسلام وخدمة الدين وخدمة الشيعة وخدمة المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علاقة هذا الكلام بالذي يتحدثون به عنه؟ ما علاقته؟ هذا هو المصداق الأوضح لعملية التثويل والتجهيل التي يقوم بها أصحاب العمائم عبر التاريخ. ولا بد أن تعرفوا أن هناك من الشيعة من سيعتبر هذا الكلام ردا قاطعا ودليلا على براءة ونزاهة مرتضى القزويني. برنامج التثويل والتجهيل برنامج راسخ في العقل الشيعي، لأن العقل الشيعي معطل بسبب أكوام الخراء المرجعي التي تكلست فوقه، ولذا هو مستعد لأن يتقبل أي شيء إذا كان من طرف قادة برنامج التثويل والتجهيل، خصوصا من أصحاب العمائم السوداء، يتقبل أكثر بالقياس إلى العمائم البيضاء.